ميني ستوديو. حلقة جديدة لميني ستوديو عم بتبلش هلأ. أنا وكيكي وكل الشخصيات محاضرين حالنا كتير منيح، وحلقتنا اليوم فيها كتير معلومات مفيدة لألكن وغاسبس. اليوم كمان فيها أشياء مهضومة. الفيديو اللي رح نحضره هلأ رح تفهموا من خلاله عن شو أنا رح أحكيكن. ديزني تشانل بأغلبية الموفيز تبعها بتتعمد أو عن قصد بتفوت كاركتير من موفي تاني، يعني بتارزن ممكن نشوف كاركتير مثلا، يمكن نشوف نيمو بس بطريقة مخفية. فالموفي اللي رح يقطع هلأ رح نشوف من خلاله هالشخصيات كيف مفوتتهم ديزني. بكل موفي في شخصية من موفي تاني مدخلتها بقلب هيدا الموفي بطريقة مخفية. هون مثلا عم نشوف مولان بليلو وستيتش، هيدا الصورة ورا موضحين لكم اياها رجعين هون بـ The Incredibles على الجريدة بهيدا الموفي. هيدي السجادة تبع ألادان بالنوتردام. كذا شخصية هون موجودة. الموفي اللي رح نشوفه هلأ الـ Honorable Mansions في The Beast، هو تحت الإليفان في جمال وتحت الجمال دغري The Beast. بألادان طلع بينوكيو. هون بتارزن هول فنجين تبع The Beauty and the Beast، الأم وولادة تانجلد بفروزن. هون نيمو بهيدا الموفي. يعني مثل ما شايفين هيدا سياسة ديزني تشانل، ما حدا بيعرف ليه هيك بتعمل، بس بكل موفي في شخصية من موفي تاني بتبين بطريقة هيك مخفية. تاني خبرية لليوم هي عن سيلينا جوميز. سيلينا من بعد ما عملت انفولو لكل اللي عملت لهم فولو على انستغرام، رجعت هلأ من فترة شافوها مع تايلور سويفت. يعني من بعد ما تخنقت معها على تايلور وعملت لها انفولو وقررت ما بقى تحكي معها، رجعوا هيدول الاثنين يحكوا مع بعض. مش عارفين اذا مثل قبل ولا بس هيك، يعني شوي شوي الامور عم تتبلور معهم. رح ننطر ونشوف اذا رح يرجعوا بست فريندز ولا رح يبقوا هيك عادي مع بعض. هلا رح نحضر سيلينا جوميز سلو داون، ومن بعد اكيد حلقة ميني ستوديو رح تبلش معلومات عديده، واكيد كل الشخصيات اللي بتحبون انا وكيكي فيليب كلوي دومينيك كلنا ناطرينكم لنقدم لكم حلقه كتير حلوه من ميني ستوديو بس على شاشه الام تي في. كيفكن اليوم؟ حلقتنا اليوم بتحكي عن الموضة. الموضة يلي انتم بتعرفوها وبتعرفوا دايما انه كتار منكم بحبوا يكونوا على الموضة، بيطلعوا على المجلات وبيشوفوا بالعالم كله شو عم بيصير بالموضة. هالشي اكيد
أكيد جديد كتير، لأنه من زمان كانوا يلبسوا تياب بس تيتدفوا، مش تيكونوا حلوين وتيبينوا جسمهم حلو ولا شي. كانوا يلبسوا هالتياب ويعملوهم من فرو الحيوانات، من جلد الحيوان، بس تيتدفوا منيح. وبعدين شوي شوي صارت تتطور الموضة، وأكيد كل بلد وكل منطقة بالعالم صار عندها طريقة لبس لها. مثلا من زمان الرومان كانوا يلبسوا تونيك طويلة، بالمناطق الحارة كانت التياب معمولة من قماش خفيف من قطن أو من كتان، أما بالمناطق الباردة أكيد كانت معمولة من صوف ومن إشياء بتدفى. وشوي شوي اتطورت هالموضة وصاروا كل الناس تقريبا بيلبسوا مثل بعضهم، ما عدا أكيد كل بلد وكل منطقة عندهم عاداتهم وتقاليدهم وتيابهم يلي بيلبسوهم، التياب التراديشنال يلي بيلبسوهم. باليابان مثلا في عندهم التياب الخاصة فيهم، وبأوروبا أكترية الناس بكل أوروبا وانتشرت هالموضة للعالم كله بيلبسوا جين مثلاً، وهيدا الجينز هو صار موضة بالعالم كله وصار مشهور بالعالم كله، هو نفسه بيلبسوه ببلدان كتيرة ومختلفة بالعالم. فإذا تعالوا هلأ نشوف شوي كتاب بيحكي عن الموضة. So fashion, so chic. فإذا نعرف أنه أوروبا وخاصة باريس وإيطاليا هن مشهورين بالموضة، وكمان الناس اللي بدهم يدرسوا فاشن ديزاين مثل ما عم نشوف بهيدا الكتاب، لأنه في عنا رسمة شخص لابس فستان مثلا، والشخص التاني هون قدامه، نحنا لازم نرجع نرسم فستان بيشبهه بس منخترع يلي نحنا بدنا إياه. وهيدا الشغلة هي مهنة نحنا فينا كمان نعملها يلي هي ديزاينر بقلب. فأذن هالموديلات الكتاب بنشوف موديلات لفساتين، انتو فيكن تقلدون وتعملوا اشياء مثلن وتطورون وتخترعوا مودتكن لألكن. هيدا لكل اصحابنا يلي بحبوا الفاشن او الموضة، كتاب حلو كتير عم فرجيكن اياه. وهلا شو رأيكن اذا منبلش حلقتنا ومنبلش اللعب والربح والاغاني ومنرجع لموضوعنا بعدين؟ هاي لكل اصحابنا، أكيد حلقة جديدة من ميني ستوديو من الأسئلة يلي عم بسألكن إياها. بس أول شي رح أعطيكن الجواب على السؤال يلي هو شو عاصمة إيطاليا؟ في كتير عالم جاوبوا على هيدا السؤال، بس يلي جاوب أسرع شي هو أدريان ميرزا، وأكيد رح يربح هدية معنا. خلينا نشوفها كلنا سوا. مبروك، الهدية هي بطاقة دخول لفترة شهر لتلعبوا وتتسلوا بالشوغر موتش كيدز بلاي جراوند. سؤالي لليوم هو بأي بلد من الكرة الأرضية بتنزل الحرارة ل 50 درجة تحت الصفر؟ إذا عرفتوا تجاوبوا على هذا السؤال أكيد بتفوتوا على الفيسبوك بيج تبع ميني ستوديو، بتعملوا لنا لايك، وأسرع شيء ممكن بتجاوبوا على هذا السؤال دغري من بعد ما تخلص هيدي الحلقة. بقولكن باي وبشوفكن بحلقة جديدة. مبروك، الهدية هي بطاقة دخول لفترة شهر لتلعبوا وتتسلوا بالشوغر موتش كيدز بلاي جراوند. أربعة ثلاثة اثنين واحد.
أكبر بدي أصير حكيم. لا لا، بدي أكون فريق ميني ستوديو. لا حكيم، بدي ألبس السماعة اللي بحبها، بدي يكون عندي الطيارة لأبرم العالم وعمر بيت مع جنينة كتير كبيرة، بدي أجمع مصاري لساعد كل الناس، لهيك عم حط مصاري بالإجرة كل يوم. لكل طموحاتهم نحن حاضرين، اسألوا عن خدمات المخصصة لأولادكم بالبي ال اف. مثل ما تعودتوا كل يوم بون منت قد بي ال اف عم نشوف كيف معقول نجي لهون على ميني ستوديو نلعب ونتسلى ونربح مع بنك ليبانو فرانسيز. طريقة هينة كتير، بيج بنك ليبانو فرانسيز عم تشوفوها هلا قدامكم، في ميني ستوديو تاب اللي هي هون، تكبسوا عليها وبتفوتوا. من خلال هيدا التاب رح تلاقوا في ابلكيشن اذا بدكم او فورم بتعبوها فيها معلومات عنكم، بس تعبون بيجينا الطلب نحن بنشوفهم اكيد نرجع نتواصل معكم. شو هن المعلومات كمان موجودين؟ نيم او الاسم، العمر، رقم التليفون، الايميل تبعكم وتبع اهلكم. نحن بس تبعتوا هيدا الطلب نتواصل معكم وبندعيكم تتجوا لعنا، وتاكدوا انه رح تقضوا نهار كتير حلو هون بميني ستوديو، ورح تربحوا كادو بعد احلى كمان مع بنك ليبانو فرانسيز. هلا لنقدر نبلش اللعبه رح نتعرف على المشتركين اللي شايفينهم معي هون، نتعرف عليهم وبنرجع. غادي مسلم بتحب كتير الرقص وما بتحب الركض. اليزا عرور بحب السبار وما بحب الزهق. فأزن إلي شربل جاهز كتير منيح وكمان غادي جاهزة. بالأخير شخص واحد منه رح يربح اليوث باكيج من بنك ليبانو فرانسيز. مين معقول يكون هذا الشخص؟ رح ننطر ونشوف. ستارت جيم 5000، 50000، 60، 200، 100 و5000، 40000، 150. أوكي، 81000، 41، 166، 166. إذا غلبت تكبوس عليهم بيرجعوا لمحلهم، ترجع تكبوس على الورقة المضبوطة. خلص وقتك إلي شربيل. السكور تبعك هو 3310 نقط. رح ننطر هلا ونشوف غادي قد ايه معقول يكون السكور تبعها. غادي بدنا نجمع أكثر من 3310 لنقدر نربح اليوث باكج. رح تقدر تجمعيهم؟ يلا play again. 20000، 5000، 25، 6000، 71، 80، 80. إذا غلبت تكبس عليهم بيرجعوا لمحلهم. مرة تانية، 80000، 50 60 70 80، 130، 95000، 95. خلص وقتك غادي. السكور تبع غادي هو 2725 نقطة. اثنيناتكم لعبتوا كتير منيح، بدي لكم برافو. بس بما انه اللي شربل جمع اعلى سكور لليوم فاذا هو اللي ربحان، رح نقول له كلنا سوا مبروك ونشوف شو هديته، ومن بعدها ما تروحوا لمحل لانه ميني ستوديو بعد ما خلص، بعد في كتير مفاجآت ناطرتكم، خليكم عم تحضرونا. هديتكم من بنك ليبانو فرانسيز هي بطاقة يوث تتفتحوا حساب باسمكم وكمان 100 دولار. مبروك. وتأكبر بدي أصير حكيم، بدي يكون عند الطيارة لأبرم العالم. لكل طموحاتهم نحن حاضرين. ستوديو يابا بيجلو. هلا اسمعوا هول الشباب كيف رح يعملوا أصوات كلاب بتمهم. Oh, my God.
مهضومين هول الشباب. انتم فيكم تعملوا هيك اصوات كمان بتمكن؟ اذا بتقدروا خلي حدا يصوركم او انتم صوروا حالكم عم تعملوا حيلا شيء، عم ترقصوا او عم تعملوا اصوات او عم تقلدوا حدا عم ترقصوا anything، بعتوا لنا اياه على فيسبوك بيج نحن بنفاجئ هون بميني ستوديو اكيد. باي. مش معقول يا رادون مودة السنة شو حلوة، كلها ألوان، توبيت حلوة، جيليات، جينز. عارف عم تحكي معي ولا عم تحكي مع حالك يعني؟ لا عم بحكي معك أكيد. ولا شو فرق من الألوان يا إلي؟ أنا الأسود والأحمر بس، أنا غير هيك ما فيني أغير. أسود وكرافات حمراء بس. صيف شتي، هول تيابي صيفية شتوية. طب ليش يا رادون؟ غير الستيل تبعك، هيك بتصير مثلا تلبس مثلنا جيلي، تي شيرت، آي شيرت، جينز، اشياء كتير حلوة. أحو أنا غيرت. شو هاي الشيرت بتوجع؟ شو هي اللي بتوجع؟ أنت قلت آي شيرت، بدي ألبس تي شيرت بتوجع يعني؟ آي شيرت رادون، آي شيرت هي مثل هيدا اللي أنا لبسها هلا، بس بدل ما يكون عندك كمام بتكون بلا كمام. ما بتوجع، مش آي يعني. لا لا، افتكرت إنه بتوجع، بس أنا ما بهمني لا الآي ولا البي ولا السي يا. شو بهمك رادون أنت؟ أنا ما بتخليني يشوفوني غير ثيابي إلا وقت شي ديجيزمون، وقت الحفلة، وقت هيك بس. أكثر من هيك بتقلي لا 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 لا، ما تفتلي بوجعة الراس وهي ما بتقبل. جرب اقنعها. يا ريت أنت يا إلي بتقبل. شو بدي اقنعها؟ كيف بدي اقنعها؟ خلينا نفكر إلا ما نلاقي طريقة نقدر نقنعها فيها. طب ما يلا أنت يا مفكر أنت. شو كيف جتنا فكرة؟ شو هي؟ بدك تشغل راسك. يلا. مثلا فيك أنت تدرس وتنجح آخر السنة. إيه. والكادو تبعك بيكون إنه تغير الستيل. طب ليك إلي أنا عندي فكرة. شو هي؟ أنا في مجال أنت تدرس. وانا غير الستيل. إلي ما تتعب حالك مع شوفوني. لا شوفوني بتشوفها هيك بس دي موديه، انت شايف شعراتها وهالوردات اللي على راسها. انت عمول اللي عليك، انت عليك تدرس وتنجح، واكيد هي بدها تكافئك بطريقه معينه. انت اطلب الكادو. ليك انا ما رح تقبل معي اذا انت بتجرب تحكيها. انا ما عندي مشكله. بدك نجرب؟ يا ريت. انا بقدر ساعدك بس على شرط. ايه. من هلا لك انت عملت فحوصات ما رح تعذبني. اوكي هيا. شغله ثانيه، اكيد بدك تنجح بفحوصاتك طبعا، واذا صاروا هول الشغلتين ايه؟ انا بضمن لك انه احكي شوفوني وتخيط لك تابلت. برافو عليك يا علي، برافو عليك. وعلى الموضه. يا 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 يا، وشو بده يعمل رادو؟ هيت الموسم بيكون رادو. اكيد بصير كل العالم تلبس مثل ما رادو بيلبس. ايه اصلا هلا كل ما واحد يلبس كرافات حمراء بقول بدي كرافات رادون. متل رادون؟ شو لكن؟ بأول ما يفوتوا عند حيالة محل بليز بدي كرافات رادون. كله بيلبس أحمر هلأ. على سيرة المحلات. على الموضة رادون. على سيرة المحلات رادون. ايه. نزلين هلأ كولكشن كتير حلوة. ايه؟ وبتعرف انت أول ما تنزل كولكشن جديدة كل العالم بيرقدوا على هالمحلات. صح. ليشتروا. مزبوط. فبما أنه هلأ نزلت رح أنزل أنا. أوكي. وجيب هيك كم قطعة حلوة بعد لأنه قصني كم شغلة. ايه ليك بنزل معك أنا؟ ايه تعال. بلاها. ليش؟ خلاص غيرتها. ليش ولا وجع قلبي يعني؟ شوف شي تيشرت تعجبني ما اقدر اشتريها. خلص الي روح يلا. طيب معلين تور شوي. مزبوط. واكيد بس تنجح نرجع بننزل انا وياك. اوكي. ونجيب اللي بدك اياه. كرم عينك ولا يهمك، بس انت بدك تشتغل عليا مع شوفوني. انا بشتغل عليا اذا انت اشتغلت على حالك. خلص هين كثير يا الي. يلا حبيبي انت روح اعمل شوبينج وانا لاعمل شوبينج. طيب. عندي بالبراد. يلا باي. على الحكي انا بجوع. يلا باي. يوسف خالد صار عمرك 6 سنين. هابي بيرثدي يوسف. مبروك. كيدز تينز جايد هو هديتكم لتقدروا تعرفوا وين فيكن تروحوا وشو فيكن تعملوا بلبنان. مبروك ربحتوا معنا بطاقة تقدروا تقصوا شعركن عند بيكسلز هير سالون. طلبتوا منا بحلقتنا انه نحكيكم انه شوي عن عالم الموضه، لانه طلبنا منكم تبعتوا لنا رسائل وتقولوا لنا شو المواضيع اللي بتحبوها وشو الاسئله اللي بتحبوا نجاوبكم عليها. عالم الموضه كتير واسع، واليوم صار في مهن كتيره بتختص بالموضه غير الخياط. في عنا الديزاينر، في عنا شخص يلي بلاقي القماش، فاذا في انواع كتيره، وفي عنا شخص يلي بيرسم. الديزاينر
هو الشخص يلي بيكون عمل موديل للتياب يلي عم نلبسهم. مثل مثلا في عنا ديزاينر مشهور بلبنان هو إليسا عبصر، مشهور بالعالم كله. في كمان جورج حبيقة وغيرهم من الديزاينر اللبناني اللي صاروا مشهورين بالعالم كله، ويلي هن بيعملوا بيرسموا الموديلات وبيرجعوا بيعملوهم وبيلبسوهم أشخاص كتير مشهورين. وبواسطة التلفزيون والإنترنت صاروا هالموديلات مشهورين كتير، وصارت صار عالم الموضة عالم المشاهير الكتيرة، وصاروا كل الناس بيحبوا يكونوا لابسين على الموضة. بس أنا شخصيا بنصحكم أنه لازم تنقوا التياب يلي بيلبقوا لكم لإلكم وبيريحوكم أنتو، لأنه التياب أول شيء أهم شيء لازم تكون بتريحنا وتكون أكيد معمولة بماتيار يلي هي ما بتتخزق وفينا نلعب فيها ونتحرك ونكون مرتاحين، وهيك منكون عم نلبس التياب يلي بتلبق لنا ويلي منيحة لنا. فإذا عالم الموضة حلو كتير فيكن ضلوا تطلعوا عليه، بس نحنا دايما لازم نفكر براحة جسمنا وكيف فينا نلبس التياب بتريحنا وفينا نرتاح ونعيش فيهم ونعمل فيهم كل النشاطات يلي بدنا ياهن بدون ما نتضايق. فإذا هلا صار وقت نفتح صندوق بريد ميني ستوديو ونشوف مين رح يبعث لنا رسالة. اليوم عندي صورة لريبيكا خوري. ريبيكا عمرها 7 سنين، بعثت لنا صورتها الحلوة عم تضحك وتبتسم، ونحن ببعث لها بوسة كبيرة لريبيكا ومنقلها مبروك لأنه رح تربح معنا هدية. رح نشوف سوا هديتك ريبيكا. احفظي رقمنا 03-85-86-87 تتجي تستلمي هديتك. Thank you لكل أصحابنا اللي عم بيبعثوا لنا صورهم ورسائلهم ورسماتهم وأفكارهم وأسئلتهم، كلهم موجودين بصندوق بريد ميني ستوديو، وكل يوم حدا منكم عم يربح هدية. وهلأ صار وقتنا ودعكم، خلص وقت البرنامج، بنشوفكم بكرة، باي. مبروك، الهدية هي لعبة حلوة كتير تقدمة أبو شبكة. مبروك لألكن، الهدية هي ساعة حلوة كتير تقدمة بيير روجيه. Mini Studio.